قلت انه لا ما عندوش ابن وما عندوش احفاد. بالمره قال مات ومرة قال عايش عن ابنه. وهي كذبه بيضه. انا عارف انه مخلف، لكن سمير قال انه مخلف وما يصحش ان احنا نكذبه بعد رحيله. ولو طلع غلط هتعمل ايه؟ هقول انا غلطان وهتعتذر. في تقزز اللي هو موضوع اللبوس، نقولها ونضحك مره. لما بالقعده الخاصه بيبقى دايره اوسع ما تكررهاش كتير. حسب شخصيه حلمي تفتكر هيزعل من اللي كتبته؟ ثبت انه حلمي زعل ولا زال زعلان، يعني ساعتها هقول يعني انه لا، يعني اللي مش ده حلمي اللي انا اعرفه. عمل حاجه اسمها البعض لا يذهب للمأذون مرتين. نعم. فيلم وحش. يمكن احنا وصلنا برضو لزمن ناس بقت بتداري شويه الحقايق. مش عايز اقدم نفسي اكثر مما استحق. اي كلام بنقوله بنعمل حساباته. لسه الناس ما شافتش الفيلم. الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. معنا قد طارق الشناوي دائما للحديث متعة ونكهة خاصة فيها الكثير من الصراحة والرأي الذي يعتمد على الكثير من المعطيات، وبكف نقول خبرة سنين كمان في هذا المجال. كل المجال ده علمك ايه يا طارق؟ اللي تعلمته منه إنه مع السنين ومع الوقت انه هو زي لعبة السلم والتعبان، عارفها؟ بعرف. معروفة؟ طبعا. اوكي انا ما اعرفش انه اللبنانيين عارفين السلم والتعبان. لو احنا بنلعبها برضو. كويس. هي مش حصرية، احنا عندنا الحي. احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين. سلم ممكن يرفعك وتعبان. فانت لازم تعرف تتعامل كلام مع قانون السلم والتعبان. اذا قررت ان تستمر. فيلم هيرفعك وفيلم هيخسف بيك الارض. انت بقى تبقى لما تترفع اول القمه تعرف انك انت ما فيش حد بعدك. لا ممكن، فخليك يقظ. لانه ممكن برضه ينزلك التعبان. واذا جاء تعبان خليك يقظ برضه وقادر على انك تتحمل. هو ده مبدا برضه النجاح والفشل، صح؟ وانه فعلا وفي طبعا ظروف كتير جدا بتبقى موجوده في اللعبه دي. جزء منها حظ. ما هي بدل ما تلعب السلم والتعبان يعني بالرقم كده حظ، وكرمال الظروف عم بتصير اصعب والدائره عم بتضيق اكثر، يعني ده اللي حاسينه. يعني الفرص اصبحت صارت اضيق. ليه اضيق؟ اضيق على ليه؟ كل اللي عم يحصل. انت عندك المنصات دلوقتي ما كانتش المنصات دي بقى لها كام سنه؟ مخص بقى لها 5 سنين بالكثير، بس زادت قوي دلوقتي. منصات فتحت باب شغل انا شايفه اكتر من السينما والتلفزيون. بس الاوضاع الاقتصاديه الحاصله والتضييق اللي حاصل كمان ما عم يدي فرص كما لازم انها تكون، وكله بيشتكي من موضوع ما بعرف اذا حقه البليد، ولكن هذا اللي بنشوفه على الارض يعني فعليا. لا بصي، الفرص بتزيد لانه الميديا بتفتح ابواب. وده موجود في الزمن كله. مثلا قبل اختراع الميديا اليوم مثل ما كانت ميديا الأمس اكتر بتفتح اكتر لما المنصات بفعت. طب راجعي كده شوفي الاعمال. احنا ما بنتكلمش بس على المنصات العربيه، ما هو نتفليكس بتعمل اعمال برضو عربيه، صح؟ مصريه او عربيه، مع عربيه في الاخر يعني. ما دي باب ما كانش موجود، مش كده؟ من 3-4 سنين كان موجود. اكيد. لا بس طيب بس برضه محصور، برضه محصور. احنا عم نحكي بمنصه واثنين، يعني مش عم نحكي نحن بهالانفتاح الكبير اللي كنا نشهده. انا شايف انه الجيل ده فرصه اكتر من الاجيال اللي قبل كده، وبالتالي اللي يقول لك لا مش واخد فرصتي. اوكي، يعني انا لو واحد تقول شركه انتاج واخده موقف مني، اوكي شركه في مليون حاجه تانية فهتكمل يعني. ما عادش الحصار قائم ولا المنع ممكن. بس الوضع الفني مثل ما كان قبل، غناء مثل ما كنا نشوف اصوات من قبل تطلع، كنا نشوف فنانين اغنيات كل فتره وفتره. يعني بصي لا حول ولا قوه الا بالله. بصي احنا مشكلتنا بنحكم دايما بالميزان بتاعنا. الميزان بتاعنا ده ميزان قديم. يعني ايه؟ انت حاطط ترمومتر اسمه عبد الحليم حافظ او اسمه ام كلثوم او اسمه فيروز. لا لا لا، مش بحكي عن الزمن ده، بحكي عن الزمن النص اللي مش كثير بعيد. يعني كان عندنا اغنيات تطلع بالجمله، هلا يا دوب بنسمع الاغنيات اللي لازم. انتقلنا الى نوع اخر من الاغنيات. بصي ما هو ده مرتبط بكمان راغب علامه، انغام، بظروف التكنولوجيا اللي بتغير طبيعه. يعني انت ممكن مثلا دلوقتي في حفلات زادت قوي، وبالذات بعد التخلص من كورونا، او يعني احساسنا ان احنا تخلصنا منها ارجو ذلك. ما فيهاش احتياطات القرود اللي هي بتخوف اكتر. يعني الكورونا مقدور عليها، لكن القرود دي صعبه قوي الواحد يتخيلها، بس ربنا يستر على الجميع. فعايز اقول لك كل شويه بتفتح. انا بشوف مثلا كل شويه بتلاقي انغام بتعمل كام حفله،
حفلات كتيرة في الفترة الأخيرة، وراغب علامة بيجي من لبنان وبيجي يغني هنا، وفلان بيروح لبيروت وبيغني، وعمر رايح، وده يعني أنا شايف لا الحكاية إن شاء الله إن شاء الله. خلينا نتابع بالصور يا أستاذ العدي العزيز، ننتقل إلى الصورة التالية. محمد ثروت، بصي محمد ثروت أنا بحط شكوكه كمان، برافو عليه. في الصورة في شكوكه في محمد. بصي محمد ثروت أنا في البداية كنت بشوفه ان هو نبرة عالية، وانا بحب الكوميديا الهادية، دايما هتلاقيه الكوميديا عنده عالية. هو من تلاميذ خالد جلال، كويس، مش هو صلح المعلومة لانه ظهروا مع بعض، اوكي، مركز الابداع، وفي الوقت مسرح مصر كنت فاكره تبع المهم كنت بشوفه نبرة عالية، ممكن تهدأ تبقى احلى، لكن بعد كده وبالذات المخرج محمد جمال العدل شفته في اكتر من عمل بيوظفه صح، في امل وفي قبلها امل فاتن حربي، كويس، وقبلها كان في بين السماء والارض كان مديله دور، بدات الاقي فيه الممثل، وعشان كده حسيت ان انا كنت قاسي في الاول بالحكم عليه، بالحكم عليه لانه قدام بشوف النبره عاليه، الكوميديان يهدى شويه، انت عايز تنتزع الضحك، خليني انا اضحك من غير ما تعمل كده، يعني تعرف ساعات واحد يعمل لك كده وبعدين ساعات الاظافر تنشف. انا كنت زمان شايفه ان هو اظافره مش بتداعب، ممكن تجرح، لكن مع الزمن برده اكتشفت ان انا لا مخطئ، وان هو فعلا تطور وعامل ادوار انا بتعجبني وبيعجبني اداؤه. وعامل يعني شوف المحامي في امل حربي دي عظيم، تطور بالاداء، يعني عم تلاقي فيه تطور بالأداء. لما لقى شخصيه ولقى مخرج دراما نجح. تمام، اللي بعده محمد رجب. محمد رجب انا عارفه يعني من اول مذكرات مراهقه، بنتكلم على 20 سنه على الاقل، كويس، هو موجود ودايما انا شايفه ممثل، هو بيزعل لما بقول انه ممثل ولكن ما قدرش يعمل نجوميه الشباك. بيزعل؟ مين قالك بيزعل؟ شفته ببعض برامج، كويس، انه زعلان، هي دي ما تزعلش، ما هو محمود المليجي ومحمود مرسي، في اسمين اكبر من كده في الدنيا، لا كلها، لا مش نجوم شباك، لكن ممثلين عتاوله، فانت راهن على الممثل. خالد صالح ممثل عبقري الله يرحمه، خالد الصاوي ربنا يديله العمر، ممثل عبقري، كويس، هم خدوا بطولات في حياتهم كتيره، لكن كمان عملوا ادوار جنب البطوله وعملت رصيد. تمام، انا اللي انا شايفه انه رجب بيفكر دايما في البطوله سواء في السينما او في التلفزيون، ممكن فعلا يعمل داخل معادله ما تعمل بطوله ايا ما كان الاراده بتحققه، لكن المعادله دي بتخليك تعمل بطوله في عمل اقل من اللي قبله، فبالتالي انا عايزه ينسى يعني موضوع نجم الشباك، بس ممكن تحصل له، ممكن يعني اللي عايز اقوله ده مش حكم نهائي عليه، لكن انا عايزه يتحرر من قيد ان انا نجم شباك. ما هوش احمد عز، احمد عز ربنا خلقه نجم شباك، نعمل ايه طيب؟ ده ربنا. هو نقصه ايه يعني بتقصد؟ لا في حاجه ملهاش علاقه بنقص، لها من فوق. الكاريزما بتقصد؟ دي كاريزما. دي مهما حاولنا فيها ولا لها حل. انت مش شايفه كاريزما تجاهي؟ ولا لها تفسير، ما هو الكاريزما بتيجي من ايه؟ جاذبيه الشباك، مش كده؟ او كثافه المشاهده، دي مش متحققه. بس يعني مش متحققه. بس لازم نتعرف، يعني لازم يبقى عندنا قدره على ان احنا نتعامل معاها. انت ممثل ما تقتلش الممثل جواك. تمام، سريعا عندنا بعض الشخصيتين اللي هنشوفهم دول، عمرو عبد الجليل ده من اخف الممثلين دما، هو موجود دايما، يعني موجود كعمرو عبد الجليل، انا بشبهه، ما اعرفش حاجه بقى تعرفيها ولا لا، في حاجه اسمها زيت بذره الكتان، بيسموه في مصر الزيت الحار، بتتعاملي معاه؟ كويس كويس. انا بشبهه بالزيت الحار، الزيت الحار ده بيبقى واضح قوي في الريحه، مش كده، وفي المذاق بيبقى يغطي على كل حاجه. الزيت الحار طبعا اكيد في لبنان ما اسموش الزيت الحار، متهيألي ده اسمه مصري. فهو عامل زي الزيت الحار، طاغي، يعمل اي شخصيه بتشوفي عمرو عبد الجليل، اي مكان الدور هيبرز وهيسكت، هو هيبقى موجود. طبعا ده ممكن نظريا يبقى غلط، لان المفروض اللي يبقى قوي الشخصيات الدرامية مش
عمرو عبد الجليل، لكن بنتقبله لانه زي الزيت الحار. انت ما بتعرفش تاكلي فول بالزيت الحار ولا لا؟ واضح واضح لو جربتيه. واضح قد كده. واضح قد لو جربتي الفول بالزيت الحار هتلاقي ان هو اقرب حاجه لعمرو عبد الجليل، ما تقدريش تستغني عن الزيت الحار. الله عمرو يعني زيك زي الفول الحار. لو فيها حاجه لا مفيش مفيش. ده اكله شعبيه طبعا. احمد سعد، يعني احمد انا بسمعه وبشوف احاديثه وبيخش قلبي كويس. هو أوكي. تلقائي بنسبه كبيره. طيب يعني عنده موهبه اكيد كملحن. قلت الجمهور تناسى انه قضى على طحال زوجته. لا يعني كنت شايفها انها يعني مفارقه، ما اعتقدش قوي انه ممكن يبقى شرس كده يعني. اصل الصوره الذهنيه انه ممكن يقول لك الست كلت دراع جوزها، تسمعي الحكايه دي في مصر؟ لما تيجي تخوفي. بقول يا عم محسسني شيء من الفضحه والله سامعه. اوكي عشان مره قلت لك على حاجه. ايه على الحركرك قلت لي مش عارفه. الحركرك ايه؟ اوكي ده اصعب حاجه قلت لي. كويس. ف يعني حاجات كده تخوف، اللي كلت دراع جوزها، اللي عمل ابو رجل مسلوخه. فانا لما اقول لك واحد انتزع طحال زوجته ده شيء قاسي، اللي انا بشوفه ما يديش احساس ان هو بينتزع طحال، ممكن بينتزع يعني قلوب، حاجات عيون. طحال صعبه قوي. بس فقلت خلاص يعني مع الزمان خلاص يعني انت مش مصدق الحكايه دي؟ شايف يعني اكيد، اصل لو انتزع طحال زوجته يبقى واحد تاني. شوف ده يغني، واحد بيغني وينتزع طحال زوجته دي يعني، او بيمارس الفن او انسان. لا ده لازم يكون اسد بتاع حاجه كده. فانا مش متخيله بالدمويه دي. طب وليه تقول سميه الخشب ده؟ ايه؟ ليه تقول مراته ده سميه؟ تقول الكلام ده ليه؟ طلقته يعني. انا ما اعرفش ايه اللي بينهم، ممكن يكون فعلا انا شايفه انه انسان هادئ وطيب، ممكن يكون الجزء اللي انا مش شايفه ان هو عنيف الى درجه انتزاع الطحال. بس هو طبعا لو الناس صدقت قوي انه واحد بينتزع طحال، لازم اول ما يشوفوه يغيروا القناه. مين الاقرب بالنسبه ليك انك تصدقه اكتر، احمد ولا سميه؟ مش عايز اخش في، لا بصراحه لا ما انا جايلك، انا مش عايز اخش في حاجه متعلقه بحكم انا مملكوش. يعني من خلال المتابعه احساسك ممكن. احساسك ما ممكن احساسك يعني، ما هو زي جوني ديب ومراته او طليقته. الناس ما كانتش متعاطفه معاه، بعد كده هو اللي كسب لغايه دلوقتي. صح هو اللي كسب. فانا يعني في شيء ما ممكن اكون انا غلطان، يمكن مين يعني عاطفتك بتاخدك لمين اكتر؟ انا متعاطف مع احمد، بحبه يعني، بحبه كمطرب وكملحن كفنان، لكن ممكن يكون الانسان حاجه تانية، انا ما اعرفش. هو مش صاحبي، ما اعرفش. تمام. اخر شخصية معانا في الجزء ده محمد هنيدي. محمد هنيدي كان في الانس والنمس، عمل قفزة بالارقام، لانه كل اللي قبلها قبل الانس والنمس كان في حاجات تانية زي عنترة ابن 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 شاد، حاجات كده يعني ما كانش فيه ارقام. شباك، وده نجم كوميدي لازم يبقى فيه رقم. لما اشتغل مع شريف عرفه، وشريف عرفه انت قلت برضو انه رماله تقل، لانه شريف مش بس مخرج ذكي، هو بيعرف يعمل الحاله. وبيعرف يوظف الناس صح. فتلاقي الاضاءه اشتغلت، المونتاج اشتغل، الموسيقى، مش بس هنيدي، اللي حواليه اشتغلوا، فبقى فيه حاله ومنها وبتاع، بقى فيه كده مجموعة عملت نجاح، تحقق النجاح. لكن في مشكلة انه في ثبات في الزمن عند هنيدي، اللي هو بيطلع دايما ايه، عايز يتجوز. ده ممكن من ربع قرن يعدي. لكن لغاية اللحظة دي، حتى في الانس واللمس لو انت فاكرة الفيلم، كان برضو عايز يتجوز منا. يعني لا، هنا بقى نقول له لازم تروح لدايرة اخرى. زي ما قلت، في افيات بقى بتعلق عند الشخصيه، ومن الصعب علي اتخلص منها، عرفت يعني ايه. بس هو لازم، اصل دي، اصل الزمن بيقول لك علمت مع الناس، انا هكفف الخط ده. لا ما المره دي لا، لان في زمن بيغير الوش بيتغير. انت عندك تاريخ اللي هو شفتي هنيدي مثلا من التسعينيات او نهايه الثمانينيات، انت كمتلقي، فبيكبر مع الزمن. لما يفضل زي ما هو بيبقى فيه خطأ ما، فهو لازم يعرف ان هو كبر، وكبر ممكن يكون جواه لسه شاب عنده عشرينيات، بيحصل. لكن انت على الشاشه بالتاريخ اللي عند الناس بيجبرك على التغيير، فهو لازم هنيدي يفكر في تغيير. كنت اتمنى انه شريف عرفه يعمل كمان موضوع تاني، خلاص احنا اكدنا نجوميه
هنيدي بالرقم. المرحلة اللي بعدها هنيدي في موضوع تاني لهنيدي النهاردة. رجل تجاوز الخمسين فيتعمل له دراما على هذا النحو. في 55 عمل حاجة تانية بقى. عندك ولاد عندهم مشاكل انت بتلعب معاهم، بتلاقي الولاد ده بيحب واحدة، يعني هيلاقوا أفكار كتيرة حاجة تتلائم مع المرحلة العمرية الحالية. فاصل ونعود. هرجع مع حضرتك لرمضان اللي فات، وعندي مجموعة من الشخصيات وتديني رأيك مين كان فيهم الأول، مين كان أدائه حلو، تحسن السنة، مين اللي خطف قلب الجمهور وعقل الجمهور. هبتدي مع أول شخصيتين، مين كانت نجمة رمضان الأولى؟ شوف معايا عنا منى شلبي ومي عزتي. بصي كان في نيلي كريم كمان. فانا بصي مي، بس هبدا بمي. مي برافو عليها انها تحررت من فكره في جزيره غمام، من فكره انه العمل جزيره غمام دي ما فيش فيها بطل مفرد، هي حتى مش هي المساحه الاكبر، وكانت قبل كده في الدراما التلفزيونيه هي البطله والعمل بيتعمل لها. الزمن اتغير، المعادلات تغيرت، قررت، وده ذكاء منها، ما كانتش هي المرشحة الأولى بالمناسبة للدور، كان أظن روبي هي المرشحة الأولى للدور اللي عملته. أوكي. قبلت، وأنت عارفة ساعات الناس بتزعل لما يكون المرشح رقم اتنين، أنت ما همهاش، وعملت دور حلو قوي. فده يحسب لها وعملته حلو، لكن بتقولي النجمة الأولى هتلاقي إن في اتنين فيهم قوة، منة ونيلي. هما اللي كانوا يتنافسوا أكتر يعني. طبعا هذا طبعا لك. طبعا أوكي. نيلي كريم ومنى شلبي طبعا. نيلي في امل فاتن حربي وبطلوع الروح منى، كانت يعني منى طبعا المساحات كانت قليله في بطلوع الروح، انما في تعبيرات بوشها بالنظره بالاحساس كالعاده، هي كده اصلا بحس انها تمثل، بس لو ما تكلمتش هي بتخطفك العالم. هي حاله يعني منى. بس نيلي كمان عامله دور من اصلا، انا قلت دايما على نيلي ان عامله زي الصلصال. مش هقول لك بقى تعرفيه ولا بتاع عشان ما يبقاش خلاص خلاص عشان ما يبقاش بايخ، اوكي؟ انما بتتشكل على طول في حال، ونيلي دايما متابعه الدنيا. مين اللي لفتتك يعني اكتر؟ هما الاثنين بين نيلي و والله الاثنين مش بس اللي هنا الموجودين معانا. اما انا قلت لك لا، مي طبعا لذيذه. منى يعني تختار منى؟ طبعا مؤكد منى. منى تمام. اللي بعده أكبر الخاسرين في رمضان، محمد رمضان، أمير كرارة. هو ليه أمير كرارة تعتبره خاسر؟ أنا بسألك ده رأيي. لا أكيد أمير كرارة ما خسرش. بصي محمد رمضان مؤكد كان التوقع أكبر من كده. مؤكد. إيه اللي حصل؟ أنا تفسيري إنه صراع إيرادات، إيرادات مش فلوس، لا الإرادة. ممكن الخلافات اللي اتحكى عليها بينه وبين المخرج. انا طبعا ما عنديش يقين من انه كل قالت حاجات كتيره جدا، انما اليقين انه التترات قالت ان في مشكله. مش انا اللي قلت، في اسماء اربع خمس مخرجين واكتر كانت بتتحط مع محمد ياسين. محمد ياسين مخرج مهم جدا، ورمضان نجم شعبي مهم جدا وممثل، ومش صحيح انه يعني ضربه حظ، لا ممثل وممثل بجد، لكن في ارادتين. رمضان بيتدخل، كان في اتفاق انه ما يتدخلش. اكيد محمد ياسين لما بدا كان الرهان انه انا المخرج وهو قابل ذلك. في حاجه حصلت ادت لمشاكل، بقى في تطويل في السيناريو، حتى كاتب النص نفسه اصبح مش هو اللي بيكتب، بقى حد بيكتب يعني. كان في ورشه بتكتب، في حاجات كلها بتنعكس على الشاشه، فبالتالي رمضان خسر قطعا، لانه كان طموحه اكيد اكبر بكتير من الواقع. ارض الواقع لا، ما كانش لصالحه واقعيا. بس لكن قراره، لا قراره مفاجاه برايك بالنسبه لرمضان الموضوع ده السنه دي؟ كان مفاجاه. انا كنت براهن قبل ما يبدا رمضان، قلت ان اهم مسلسل هيحقق جماهيريه هو اللقاء بين موهبه محمد ياسين
وده اللي عامل افراح القبه عشان الناس تبقى عارفه بنتكلم على مخرج على مهم على الشخصيه الكبيره. مخرج مهم وبيجيد فن قياده الممثل قوي. شوفي معاه منى زكي قد ايه كانت عظيمه في افراح القبه وغيرهم، بس انا بقول مثل كده سريع. فانت معاك مخرج مهم وكبير وفاهم، وانت نجم شعبي كبير كويس وعندك رصيد من النجاحات، لكن ده ما تحققش قطعا. ايه رايك الخطوه التاليه اللي لازم يعتمدها محمد رمضان؟ دع ما لقيصر لقيصر زي ما بيقولوا، ما تتدخلش يعني واذا انت وافقت من الاول على قواعد كملها. اذا في عندك وبعدين ما يخشش عمل فني من غير سيناريو مكتوب. هو اللي فهمته منه انه ما كانش السيناريو مكتوب، وما كانش حتى تتابع الشخصيه موجود حتى الحلقه 30. طب ما ده خطا كبير. هيقول لي خطا المخرج؟ لا، وخطا الممثل كمان يعني، في طبقا لكلامه انا ما اعرفش ايه الحقيقه، بس بيقول لك اللي قاله لي زمان رمضان انه ما كانش فيه التتابع للشخصيه رايحه من هنا لهنا لهنا لهنا. طب ازاي ده؟ طب التالي توه الموضوع طبعا. لازم يبقى النص مكتوب. طيب السؤال اللي بعده، يستحق التكريم العاجل عن مجمل اعماله حسين فهمي صلاح السعداني؟ الاثنين اصدقاء اعزاء بحبهم جدا، لكن انا بقول انه صلاح السعداني ده النجمنا الكبير العمده بتاعنا فورا يستحق على اكثر من حسين فهمي. ليه؟ اللحظه دي بتاعت صلاح، حسين ربنا يديله الصحه، شغال وجميل ورئيس المهرجان، يعني عايز اقول عايش مهرجان القاهره، يعني عايز اقول لسه موجود موجود في الدائره موجود في الدائره وكده. لا، اللي يستحق فعلا كل حفاوه وتقدير في اللحظه دي صلاح السعداني العمده. فازاي يعني لو بايدي انا لازم اعمل له حفل استثنائي لازم. اذا اخترت صلاح كان لازم نشوفه بمجرد ما قلت الاسم. يلا شخصيتين اللي بعدهم، اختياراته مخيبة للأمل، أحمد حاتم أحمد مالك. بصي، مالك ممكن يكون فعلا هو هل يملك الاختيار؟ ما هو في سؤال، انت تملك الاختيار بمعنى ممكن توافق على برنامج او لا، لكن من 30 سنة او 20 سنة ممكن ما يبقاش الاختيارات قدامك ولا انت قادره على الاختيار ممكن. فانا بشوف انه مالك ممثل موهوب وممكن يبقى ده النجم القادم في السينما، يعني يبقى جان. لكن هو لغايه دلوقتي بشوفه ساعات في اعمال متواضعه، يمكن عشان الانتشار، عشان التواجد على الساحه، او يمكن ان هو مش عارف يختار، ممكن انا ما اعرفش. بس هو لسه يعني عايز اقول لسه في مرحله ما نحاسبوش قوي، لانه ممكن ما بيش فاهم ايه الاختيار. ما هو عمل ناس الاغراب قبل كده ما كانش الدور حلو كويس، مثلا كان لسه السنه اللي فاتت. فهو لسه يعني في حاجه، لكن ممكن تلاقيه معدي. نجم عنده وهج وعنده حضور وبيقول انا القادم، في ساعات في النظره كده تقول المطربه دي هتيجي، النجم ده جاي، يعني ممكن تبص على حد تقولي ده زمن، يعني فرصته لسه ما جاتش. انا رايي انه الزمن القادم لصالح احمد مالك. تمام. الشخصية اللي بعدها أو الشخصيتين اللي بعدهم، ستكون نجمة المستقبل، هدى أم ميرنا؟ هدى أم؟ ميرنا جميل أو هدى المفتي؟ بصي، أنا هدى أنا شفتها كمان مع عادل إمام في آخر مسلسل أو وهدى مالك، وفيها لمحة من خفة الدم. بس ما أقدرش يعني اراهن على انه ميرنا هتبقى اقل، يعني هنا بحس بقسوه، يعني ممكن ابقى انا عيني عينك، ما انا بتكلم من عينك. ما انا عارف، بس مع حد صغير في العمر وما عملش كتير، يمكن ابقى انا يعني انا السبب، فممكن مش عايز اظلم يعني الاثنين، لانه ميرنا ما شفتهاش كتير كويس. اوكي. هدى كان عندها فرص اكتر بالنسبه لي، لكن ده لا يعني انها هي الافضل، فخلينا الاثنين عشان ما نبقاش قاسيين. خلاص انا معك، مشيناها. شوف قد ايه كويسه انا. والله برافو. طيب طيب اللي بعدها، شخصيتين افضل كوميديان دي محسومه في رمضان. محسومه مين؟ بقول لك محسومه مين؟ يبقى مش هقول مين، ما يتحسم. مين احو قدامك اكرم الناس يعني انت مش هسمعها؟ لا انا بدي اسمعها منك. انا ماليش. حاضر مكي، يعني الناس حسمتها. هتشوفيها ازاي؟ على السوشيال ميديا. شوفي قد ايه المساحة اللي سايبها ميكي
حاليا في السوشيال ميديا كل شويه بتلاقي مقطع 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 مقطع، هو لوحده، هو مع مربوحه، هو مع فلان، يعني لا طبعا عامل حاله من الكوميديا والضحك والبهجه غير مسبوقه. برافو يا ميكي، يعني انا اتبسطت، يعني بشكره انه رجعنا نفطر مع بعض. حلو. احنا ما قلناش نفطر مع بعض. حلو. كنا كل واحد بيفطر على محطه، انت في محطه ولا لكن على الاقل بالنسبه للبيت المصري كانوا بيفطروا على نفس المحطه اللي بتجيب الكبير قوي. كل البيوت كنا، انت عارفه، وكان في اللحظه اللي الاذان فيها شيء، يعني الاذان هوب ويبتدي المسلسل، فانت ما بتلحقش بس بتفطر معاه. فهو وحدنا مره اخرى. احنا كنا زمان قبل الفضائيات، تقدري تقولي طارق بيتفرج على ايه وحالي بيتفرج على ايه، وبعد كده رحنا، لان كنا العدد محدود، هما قناتين. صح. لما زاد العدد لا كل واحد بيفطر في حته، احنا فطرنا مع بعض بسبب مكيمو، وقعدنا نضحك ونزقطط، واوكي ممكن في ما عجبكش وماشي، بس في الاخر ضحكنا واتبسطنا. وبتقول له خد بالك من ايه لو هتدي نصيحه؟ بصي، ميكي عنده ميزه ان هو مش بس ممثل موهوب، لا هو جوال مؤلف، وانا واثق انه المسلسل ده اضاف حاجات ككاتب، جوال مخرج اللي هو اساسا خريج اخراج وعمل اخرج فيلم قبل كده، وبيفهم في الموسيقى وبيغني، عنده شويه مواهب كتير قوي. انا اقول له ما تبعدش كتير، قعد فتره بعد، ربما اكتئاب، ربما مرض، انا مش عارف، كان حصل حاجه كده ابعدته، ده بتخصم، لان سنوات الوهج بتبقى لها عمر. لما رجع في السنه اللي فاتت في الاختيار 2 كان عود احمده. لما المره دي بقى في الجزء السادس من الكبير قوي كانت البومينج، الوصول للقمه. انا مستني السابع هقول له حاجه، نصيحه، الترقب الكبير ممكن مش بالضروره يبقى لصالح الناس، بس لازم يبقى هو مستعد من النهارده على انه السابع لازم يبقى اعلى بكتير من السادس. لو وصل لمستوى السادس فقط هتعتبر هزيمه، فهو في تحدي صعب. صعب للسابع. نعم. اخر صورتين معانا نجحت في ادوار البطوله المطلقه، ريهام حجاج، ياسمين صبري. ريهام وياسمين صبري، بصي لا ما اقدرش اقول في نجاح، الاثنين ما نجحوش. لا النجاح اللي هو بالنسبه لي انا نجاح مطلق، نجاح يعني زي ما نقول على، بنتكلم على نيلي كريم، على منى شلبي، لا ده لم يتحقق حتى الان. قد يتحقق مع الزمن. قد يتحقق مع من؟ مع من منهن؟ كل من هم ممكن يبقى عندها مساحه في انها تتحقق النجاح، لانه بس بيظل حاجه مهمه، الاثنين برضو عايزين يبقى في شويه جهد يشتغلوا على نفسهم اكتر، لكن ممكن انه كل من هم تبقى نجمه شباك، لانه ياسمين لما كانت في كان، وانا لسه راجع من كان، كانت في احد بيوت الازياء بتراهن عليها، فمعناها بيراهنوا عليهم ازاي؟ لانه بيبقى كفنانه لها مصداقيه وجاذبيه. ريهام ممكن يجي منها اكتر مع الزمن، لو بقى فيه اهتمام شويه بالورش اللي قلت عليها، ورشه فن الاداء دي مهمه حتى مع كبار النجوم. يعني هي دي الامور ممكن تتطور مع الوقت، ولا يا اما انا املك هذا الامر او لا املكه؟ لا، الحاجه الوحيده اللي مش ممكن تتطور الحضور، الاثنين عندهم حضور، يعني الحضور ده ما تقدريش تتدربي عليه. طب على من تراهن اكثر؟ من لازم نختار شخصيه من الاثنين؟ لا انا براهن على الاثنين. مرقت لك واحده قبل بس مرقت دي كمان. لا ازاي بقى يعني؟ مرقت دي كمان لانه حرام، مش عايز اظلم حد. الله، دي تاني مرة. ايه الطيبة بقى دي؟ تاني مرة. دي تاني مرة. وكلهم بنات، يعني فاكر برضه أولية كانت نفس قلبك حنين. لا والله، لأنه فعلا مش عايز أظلم حد، يعني يجي من ياسمين، لو يعني شيرين ابتعدت السنة دي عن رمضان، لكن ممكن عندها حضور، أنا مش عايز أظلم الحقيقة. تمام. أنا بقول اللي أنا متصور إنه حقيقة، ممكن أكون مش حقيقة بس ده اللي أنا متصوره. تمام. فاصل أخير ونعود.
الفصل الأخير تحت عنوان نص الكلام. أنا حقول النص الأول أستاذ طارق، حتكمل مع ورايا. جاهز؟ أوكي. هذه حقيقة اعتزال توفيق عبد الحميد. أنا اللي أقول؟ مش توفيق؟ لا، أنت رأيك أنت، مش توفيق. بصي، الحقيقة يعلمها تماما توفيق عبد الحميد. أنت اللي تعلمه إيه؟ لا، اللي علمه أنه هو لما قرر أن يعود كان عنده أمال كتيرة، وعندما تراجع كان عنده إحباطات. كويس؟ جاية من إيه؟ ساعات أنت طموحك تبقى شايف حاجة، هو كان شايف كالعادة. بصي، النص مبقاش مكتوب، دي الطبيعة بتاعت دراما رمضان كاملا. فالظاهر كان هو، وده رأيي مش رأيه عشان محدش يعني يحمل الرجل شيء ما قالوش، كان عنده أكيد طموح، لكن أنا بأراهن على إنه الممثل اللي جوه توفيق عبد الحميد مش هيخليه يعتزل، لأن هو طلعت منه بعض أو أقاويل بتقول إنه خلاص قرر الاعتزال. أعتقد إنه الموهبة الحقيقية اللي جوه هذا المبدع الكبير هترجعه. يعني لو كان قرار فوري وتلقائي، كلنا في لحظات ممكن نقول عاوزين نسيب كل حاجة ونمشي، بس نتراجع. ماذا يقصد الفنان عندما يقول انه زمن الفن الجماعي؟ الجماعي؟ احنا هو احيانا كل انسان بطولة جماعية، فاهم؟ كل انسان بيحلم بالبطولة. الممثل، كل صحفي في بداية المشوار بيتمنى يكون رئيس تحرير، دي بديهي. كل واحد يبقى عايز المركز الأول، لكن أحيانا أنت ما بتلاقيش بطولة مطلقة، بيتعرض عليك بطولة جماعية. في كده دايما إجابات يقول أفضلها جماعية. بس ما تقنعنيش يعني إنه أنت بتفضل البطولة الجماعية على البطولة الفردية. لكن انت جواك كده، لا، ده المعروض ان ما تعرضش عليك بطوله مطلقه. فبلاقي البعض اللي انا ممكن ان هم ما بيتعرضش عليك بطوله فرديه يقول لك افضلها جماعيه. لا، انما ممكن لما الاقي انه مثلا كريم او احمد عز يقول لك انا بعمل بطوله مشتركه مع فلان، وزي ما حصل في الاختيار مثلا، اوكي. لان هم اساسا بيتعرض عليهم بطولات فرديه وهم اسماء نجوم شباك، ده صدقوا. لكن اللي هو ما بيتعرضش عليه خالص ويكرر حكايه بفضلها جماعيه، بشك فيها. في حد استفزك مؤخرا بالكلام ده؟ يعني بدون اسماء، يعني عشان الاشياء مش انا شخصيه، بس فعلا اصبحت يعني ورقه بيتلعب بيها على طول على طول على طول على طول. هذا ما كشفته ازمه من عرفه. انا مش عارف، ما هي المشكله انه الاعلام عمل ازمه وعمل قضيه، انها مش عارف، في خطيب وفي زوج، شويه بيبقوا مع بعض وشويه بيحصل بينهم خلافات، وشويه بيعلنوا الناس خلافاتهم وبعدين بيرجعوا. ايه الموضوع؟ يعني انا بس هي خلافي ان الاعلام بيلحس وراء. انا منا بنت ظريفه وشفتها، وكنا سافرنا مع بعض في احد البرامج، وشفت مامتها كمان، بنت ظريفه وصغيره، ويمكن يعني طبعا بعد مرحله الطفوله الدنيا بتتغير عند كل الناس. مش شرط تبقى انت محتفظ بنفس الوهج، وقد تكمل. ما هي فاتن بدات طفله وكملت، فمش شرط. ممكن تبقى زي فيروز طفله ولا تكمل. مفيش قرار مطلق. لكن اللي انا مستغرب له ان الاعلام مع يعني انها اتخطبت، اتفسخت، هتتجوز، لا تراجعت، انا ما اعرفش دلوقتي تقريبا اتجوزوا، رجعوا. طب ايه الاهتمام؟ انا مش فاهم ليه حاله الاهتمام الصاخب ده. بسبب تصريحات كمان، تصريحات وبتسأل. طيب لا، هل هم تصريحات، حتى طلعت تصريحات منهم هم. ايوه، لا مش كده يعني. ليه؟ ما ممكن اي واحد يقول تصريحات. الاهتمام هو اللي غريب بالنسبه لي، مش التصريحات. ليه في اهتمام قوي اعلامي؟ انا دي مستغرب لها، لانه ما هي منى عرفه ما هياش منى زكي مثلا، فبالتالي اي حاجه بتقولها ممكن الناس تتابع. ايه؟ لكن في شيء ما انا مش فاهمه، قد يكون السبب عندي انا مش فاهمه. توقعاتك ايه يعني؟ ليه؟ ماليش دعوه بالجواز والطلاق. لا، مش جواز وطلاق. ليه برايك اهتمام الاعلام بالقضيه دي؟ هما يمكن احنا في ناس، ده سؤال كويس. في ناس بتجيد مفتاح سوشيال ميديا، اعرف ازاي اكتب حاجه او اقول حاجه تجيب مردود. دي طبعا ده بيسموه جيل زد، اللي هو اتولد في العصر ده، في الزمن اللي هو زمن المحمول، فيعرف يستخدم مفاتيح، فربما تكون هم فاهمين الشفره. انا مش فاهم
ليه؟ ما اقدرش اقول لك ليه. طيب سؤال اخير، هذا رايي في اغلاق مجله الكواكب. انا حزين جدا جدا على اغلاق صرح اعلامي جزء مهم من تاريخ الوطن اسمه مجله الكواكب، جزء لو احنا عايزين نرصد مصر اجتماعيا، وشوفي بيقول لك اجتماعيا وثقافيا مش فنيا، يعني اول كلمه لما تقول لي الكواكب تقولي لي فنيا، تقولي هتكلم عن ام كلثوم عبد الوهاب وفاتن حمامه، لا، لو اردت ان ترصد مصر اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا عد لارشيف مجله الكواكب، فمجله عصرت مصر كل ده والوطن العربي، لان انت عارفه دايما مصر هي الوطن العربي، يعني صح. هي هنود الشرق، كل هتلاقي في كل العرب موجودين في مصر، في مصر وموجودين في الكواكب. فانا احزن جدا عندما يتوقف مسيره مجله عظيمه زي الكواكب. انا عمري ما اشتغلت فيها، لكن تفتكر ممكن تكمل الكترونيا تواكب العصر الحديث، يعني عشان ما يتمش التوقف نهائيا؟ انا اتمنى، اصل انا منتمي للعصر الورقي. اعمل ايه؟ انا بنتمي له. لما بضطر للاسف للاسف، يعني احنا الموضوع ده بقى على اواخره في العالم، مع انه احنا عندنا عشق للورقه والقلم ورائحه الحبر، يعني ما فيش حاجه بتعوضها حتى بزمن التكنولوجيا. انا اتمنى ان احنا نحافظ على هذا الصرح ورقيا ويظل الكترونيا، بشكل او باخر لازم تتدخل جهات عليا للابقاء على مجله الكواكب ان شاء الله يا رب. وانا كنت اكثر من سعيده بلقائك. شكرا. استاذ طارق الشناوي، يا رب نلتقى كمان، بس يكون عندنا مجموعه من الاحداث وتقييم للوضع بشكل عام، تكون بضيافتنا. شكرا لحضرتك. شكرا. وشكرا لكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقه جديده واخرى من نص الكلام. الى اللقاء.